السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليوم بصوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تنطونا آراءكم. أرقام الهواتف ظهرت أسفل الشاشة. أي شخص يريد يتكلم عن المواضيع اللي احنا راح نطرحها أو الموضوع اللي هو يريد يحكي به يقدر يتصل بينا على واحد من ذني أرقام. اللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب كان، الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب يقدر يدزلنا رسالة على برنامج الواتساب، نقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقة اليوم، أول ملف من ملفات حلقة صوتكم لهذا المساء هو ملف الخدمات، اللي على الرغم من عدم وجودها بالعراق لكن إن وجدت تلقوها يا غلط يا مو صحيحة يا بدون تخطيط أصلاً. تعالوا نشوف مشاريع الاستثمار اللي ترجع إلى جهات متنفذة ودائما ما تؤدي إلى ضرر للمواطن. عندنا بأول مقطع من مقاطعنا مدرسة متقاعدة تناشد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني رئيس حكومة الإطار التنسيقي بسبب تضرر منزلها نتيجة إنشاء مول بصفها بمنطقة المنصور بالعاصمة العراقية بغداد. خلونا نسمع إيش قالت. ما يصلح هاي السقوط، ترى الله عليك تجي تشوفه غبي بوجدانك، بس ما أتعال شوف، بس انزل شوف الحياطي، شوف القاع، شوف شلون متفلش، وجماله يقول لهم ما بي شيء ما بي شيء، فوقها يقولوا له ليالي تعال على المرأة. يعني بيت بمنطقة المنصور اللي تعتبر من أرقى مناطق العاصمة العراقية بغداد، وواحدة من أجمل المناطق واللي كانت تتواجد فيها السفارات وعلي القوم أو خيرة القوم أو الناس المتمكنة، خلينا نقول الناس اللي عندها إمكانية كانت تقدر تعيش بهذا المكان. بس تقول أني بيتي صار آيل للسقوط بسبب الحفريات اللي صارت والشغل اللي قاعد يشتغلوا بصف بيتي، وين التخطيط بالموضوع؟ هنا أنا ما حد يعرف. زين، اشترى هاي القاع أو مجموعة البيوت أو القطع وراد يبني مول، مو لازم يقدم أوراق إلى أمانة العاصمة، إلى الوزارة، يوافقوا له على المشروع، يدرسون القاع، يدرسون طبيعة البيوت الدائر مدائرها حتى تكون عملية البناء أقل ضرر. زين الجماعة هنا شو هيته صايرة بالضبط حارة كل من إيده إلو. نطلع ونروح نشوف مقاطع ثانية. الدولة رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يطلع لنا بيه مع شديد الأسف العراق المشهور بأشجار النخيل، وهي الأشجار المعمرة والأشجار اللي تعايشوا وياها العراقيين وربوا عليها. راح تشوفون أشجار العاصمة العراقية بغداد، النخيل تحديداً، مقطعة. ورا فترة صغيرة أصدرت أمانة بغداد ورا ما امتعضت الناس وعبرت عن غضبها بهذا الشيء، طلعت يوم الأربعاء وقالت بتوضيح حقيقة قطع الأشجار خصوصا أشجار النخيل بالعاصمة العراقية بغداد للسبب التالي. البيان إيش قال؟ بيان الأمانة قال أنه الأشجار اللي تم قطعها بعض المواقع كانت من قبل الجهات المنفذة لمشاريع فك الاختناقات المرورية بالعاصمة العراقية بغداد، وتم الاتفاق على تعويضها بأشجار ثانية وراء إنجاز هاي المشاريع. شو وقت؟ ما حد يعرف. خلونا نشوف. من النخل تسوون جسر، تخيل قضوا حياته كل ما يشتغلون، قصوا الهوية الوطنية، تمام؟ يلا والله جوي قصوا النخلة مع العراق اللي هي هوية العراق الشامخة، يسوون بيها تسوون. شوف النخل بعد تشطح تنطح، فهي هم جوي نطحل عاشت جهالي احنا يبدو انه جماعه يعني صدق انه ما عندهم تخطيط. احب اقول لهم انه اكو اليه وسياره خاصه تقدر تنقل اي شجره من اي مكان الى مكان بدون ما تتضرر او تنقص، فبدال ما انت تخرب وتحرم المدينه من 100 نخله
تقدر تنقل مكانها داير مداير الجسر، بالساحل بصف الجسر، ببداية الجسر، بنهاية الجسر، بآلية مركبة خاصة تكون، وأصور هي موجودة بالعراق كانت تشتغل وشايفيها بأيام الحصار. آلية تجي تحفر وتشيل النخلة ودائرة داير مدائرها بترابها وتنقلها إلى مكان ثاني، واللي دسوي كل دول العالم. بس بالعراق أكو جسر دا ينبني، فأكو فلوس راح تنباق، أكو مشاريع راح تتنفذ، أكو تلكؤ راح يصير، لأنه مدرسة من الـ 12 لـ 23 مخلصانة، جسور ومجسرات بالمحافظات العراقية وهواية طلعنا مخلصانة. فبال 2023 قصوا النخل، إن شاء الله بال 3023 يبدون يصبون الأساس. ورا ما انتشرت هاي المقاطع الناس أبدت عن امتعاضها وانزعجت. ليش دا يشيلون هاي الأشجار؟ هو التساؤل الأكبر اللي صار على لسان الناس. وعندنا لقطات تبين انتقاد المواطنين لعمليات قطع أشجار النخيل المعمرة اللي مثل ما سمعتوا بالمقطع السابق اللي سماها هوية العراق بشارع مستشفى اليرموك وسط العاصمة بغداد. شارع مستشفى اليرموك، شوف ليش؟ ليش؟ منظر شان حلو هذا، ليش قصيته؟ مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام مشاكل أشجارنا اليوم حالها حال مشاكل العراقيين اليوم، لأنه دا يبدو أنه اللي دا يحكمون هذا البلد أو اللي لازمين البلد عندهم عقلية، أي شيء يضوجهم أو أي شيء يوقف بطريقهم هم ما عندهم غير القص. ناس طلعت وظهرت وقالت أريد كهرباء ما سمعوهم قمعوهم، ناس رادت تعيينات قمعوهم، ناس رادت تحويل من العقود إلى على الملاك الدائم قمعوهم، معلمين رادوا قطع أراضي ورواتب قمعوهم، طلاب رادوا بنكات ومدارس زينة وينهون قضية الدوام الثنائي والثلاثي قمعوهم. فده نشوف بس قمع، تظاهرات كبرت وصارت ثورة قمعوهم، وبالتالي عندنا نخل رادوا يبنون جسر قمعوه، شارع رادوا يوسعون قمعوه. فيبدو أنه عندهم سياسة القمع فقط. الناس لما شافت هاي المقاطع علقت على هذا الموضوع، ومن فيسبوك عمر أبو محمد يقول أكو آليات تحويل الأشجار من موقع إلى آخر، بس جيب دماغ اللي فكر، وهذا اللي كنت قصده قبل شوية. أبو أحمد، لأن المسؤولين جميعهم دكتوراة من إيران ولبنان ولذلك التخطيط ناجح. أما مصطفى فالح فليح يقول ذول المغول بس هالمرة بغير شكل فاتوا البغداد. ضياء الدين طه، هذا التخريب لأجل أن يعطون زراعة الجزرة لمقاولين ويستفاد المسؤول مع المقاول، وأكيد قطع الأشجار أيضا لمقاول أعطوها ليستفاد أيضا مثل ما فعلوا بتهديم المدارس بزمن خضير الخزاعي. لما قال المغول دخلوا بغير صورة، لأنه المغول لما دخلوا بغداد في 1200 وكسر قتلوا الناس وتحول لون نهر دجلة إلى أزرق بسبب رمي الكتب حتى ينهون العلم بالعراق. لكن الحمد لله والشكر إنهاء العلم بعد عام 2003 كان على مراحل، شوية بطالة، شوية مخدرات، شوية تسيب من المدارس، شوية هدم مدارس، فشوية شوية ففعلا بدأنا نرى المغول من جديد في بغداد وباقي المحافظات العراقية. أبو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يساعدك ويساعدك. ما أدري إذا تساك وفد خبر يعني ما طلع يعني حقيقة صدمنا كل إحنا. نعم. يعني الهدي وهو هذا لازم الرجل يروح للحاج أو المرأة. نعم. من حر مالة مو يتبرع به رئيس الوزراء ل24,000 حاج، يعني بحدود 70 مليار دينار عراقي أو 700 مليار دينار عراقي من الشعب كاتل الفقر. نعم. هذا لا يحق عرفا ولا شرعا ولا قانونا، بدل هذا نطول الناس الفقراء.
بدل هذا الطوق المنحل مخصصة للأدباء والفنانين والإعلاميين والصحفيين اللي هي منحل 2022 و23 من تقول له يقول لك لما تقر الموازنة يا بقروا الموازنة طول المنحل قال لك لما يصادق عليه رئيس الجمهورية يا بقر صادق عليه رئيس الجمهورية يا بطولة يا يطلع لك معين الكاظم هذا عضو باللجنة المالية بس يتغمز بحجم الأيسر ها وتعطى وبعد العيد زين فرحوا الناس مو شبعتونا كهابة وهذا المشاريع هاي عم صدق كذب يعني ما ادري الناس ايش منتظرين انسحقه وسحق الله لا يوفقهم بجاه السميع العليم والسلام عليكم. شكرا شكرا لك ابو زينب. عبد الرزاق من باب الحياك الله. عبد الرزاق عبد الرزاق انقطع الاتصال ويا عبد الرزاق. يعني النخلة هي بركة وهي بيها ثمرة حلوة والناس متباركة بيها وكان كل بيت يتأسس من جديد أو واحد يشتري بيت حديقة يحرص على أنه يزرع نخلة ونخلتين بالبيت حتى يأكل من ثمرها. لكن بالعراق المي انتهى، الزراعة انتهت، صناعة انتهت، فباوعة وقال لك الإنسان خلص انتهى والمدن انتهت، وين بقى الحل؟ النخل. ليش؟ لأنه مي ماكو، ليش نجيب مي ونسقيهن؟ خلي نشيلهن ونخلص ونحول العراق إلى مدينة صحراوية، عفوا إلى بلد صحراوي ما بي لا زرع ولا بي شيء ولا بي مي ولا، والحمد لله والشكر الأرجنتين موجودة وتدزلنا مي للاستخدام البشري وتدزلنا خضروات وتدزلنا تمر وتدزلنا كل شيء ما دام الأرجنتين موجودة والأحزاب والكتل السياسية موجودة، إحنا ليش محتاجين النخل؟ يمكن هيك يفكرون. عبد الرزاق من باب رجع لنا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله سادتك. حياك وبياك. ثالثا ان شاء الله احنا محاطين بالارجنتين والبرازيل. نعم. اي فبالنسبه للوضع الوضع العراق ومن خلال الارجنتين وغيرها من الدول اللي تعادي هذا البلد بلد الحضاره. نعم. هو بسبب تماهل السياسيين اللي موجودين عندنا، يعني احنا لو عندنا ناس مخلصين استاذ أفل. نعم. وحارسين على بلدهم ما كان لا الأرجنتين ولا غير الأرجنتين تطاول على العراق. وخير دليل شوف العراقيين أرسلوا رسالة كلش واضحة للأرجنتين اللي أنت تقصدها واللي أنا أعرفها والكل العراقيين يعرفون لما نقول أرجنتين. لا. بطولة غرب آسيا اللي حتى شفت الجمهور العراقي. نعم شفت الجمهور العراقي أرسل رسالة واضحة للأرجنتين بأنه الشعب العراقي ما يريدهم. فإذا كانوا السياسيين نعطيكم مجال فالشعب العراقي رافضكم. نعم. فيا أرجنتينيين اطلعوا من البلد، العراق للعراقيين، ما لكم أي سلطة ولا سطوة على هذا البلد. العراق صح العراق يمرض بس العراق ما يموت، يبقى العراقي من الشمال إلى جنوبه إيد وحدة وقادر على استعادة سياسته. فكل اللي جاي يصير يا أستاذ أفل هو نتيجة السياسيين اللي هم عملاء ومرتزقة للخارج، وإلا الشعب العراقي لا، الشعب العراقي قلبه يوجع على اللي جاي يصير بالعراق. لا. من أموال جاي تهدار، من ثروات جاي تهدار، من أنهار جاي تجف، لأنه ما عندنا الناس الحريصة على هذا البلد يا سادتك. تحياتي لك. شكرا شكرا لك أخ عبد الرزاق. نروح هسه إلى قضية ثانية، نطلع من قطع الأشجار ونروح إلى قطع ثاني، بس هنا راح نحكي عن قطع الأرزاق. الكل يعرف قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، بس الحمد لله والشكر بالعراق عندنا قطع الأرزاق. من كربلة أقدمت جهة تدعي أنه هي تتبع العتبات أن تغلق جراج أو مرآب الأحياء في المدينة. هو مجموعة أحياء بنصهم أكو جراج وسوق، هذا الجراج والسوق أكو ناس تشتغل به ويعتبر مصدر رزق
لعشرات بل مئات العوائل اللي يشتغلون بهذا السوق وسائقي سيارات الأجرة اللي يشتغلون بهذا السوق. فورا ما سدوا هذا السوق فلا اللي يفتح دكان يقدر يفتح دكانه، أو اللي قاعد يبيع على بسطية يقدر يبيع، أو اللي عنده سيارة أجرة يقدر يسترزق لأنه الجراج انسد. خلونا نشوف. احنا هذا الجراج البارحة جانا تبليغ، اجا تبليغ سد الجراج، قطعوا الكهرباء، اجا مهندس من البلدية زين من قطعوا الكهرباء وسدوا الجراج. هاي العالم الفقراء 4-5 آلاف أو 4 آلاف عائلة وكل سيارة عليها يمكن 3 عوائل، وين تروح؟ احنا الناشد احنا هذا ملك للحجي مد الله وأولاده هسه موجودين، صار له تقريبا من 40-50 سنة جاي ماجرينا. احنا للسواق شيء رمزي، شيء رمزي خلف الله عليه وجزاء الله ألف خير. زين هاي العمال والسواق وين تروح باكر؟ هاي وين تروح؟ إذا طلعتوها وفرتونا جراج وفرتونا فالشي هنا يعني سواق قريب عليه، العبري يصعد منها كيجي باب الحسين قريب عليه، اللي على عكازة واللي على يعني مريض. أوكي، فلنفرض أنه هذا الجراج غير رسمي أو مبني بصورة غير صحيحة، من المفترض على الأمانة أو البلدية أو الجهات المختصة يا أما تقول لهم يابا إحنا راح نفلش المكان ونبنيه بصورة صحيحة ويكون تابع إلى هيئة النقل والطرق، إلى وزارة النقل مثلا وتشتغلون به، يا أما يقولون لهم يابا هذا المكان تابع إلى الدولة مثلا ما يفيدكم بس أنتوا جاي تشتغلون عليه، أوكي أخذوا لكم المكان الفلاني وافتح لكم هذا الجراج. بس الجماعة بالعراق ما يفكرون بهذا الشيء، عندك قطعة قاع زراعية يأخذوها من عندك ويجرفوها ويحولوها استثمارية ويبيعوها وانت انت الممنون، عندك قطعة سكنية مالتك ما تريد تبيعها تبيعها غصبا ما عليك، عندك مطعم تدفع فلوس خاوة غصبا ما عليك أو يتفلش المطعم، عندك جراج تسترزق من عنده يتفلش الجراج غصبا ما عليك. هذا اللي دا يصير بالعراق، ولهالسبب سواق سيارات الأجرة سائقي سيارات الأجرة بعد أن تم إغلاق جراج الأحياء اللي يعتبر مصدر رزقهم كان عندهم وقفة احتجاجية لأنه هم يقولون أنه إحنا نعتبر من أصحاب الدخل المحدود. خلونا نسمع. هذه كانت وقفة الناس في محافظة كربلاء نتيجة إغلاق أو قطع رزقهم. فالعالم لما شافت هاي المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت بلشت تتعلق على هذا الموضوع من فيسبوك لؤي الكربلاء: الله أكبر على كل ظالم، نطالب من الشرفاء وكل شريف أن ينصر المظلومين والفقراء أرزاقهم وأرزاق عوائلهم في ذمة الشرفاء. أما مهند الكربلاء يقول: صراحة الجراج فايد أهل كربلاء كلهم، وإذا انشال من مكانه نتدمر، لأن وين تروح الناس؟ يشمروه بعيد وتبقى الدق مشي عتبة كافية، أكو مكانات طوروها للمجتمع، اتركوا المصلحة الشخصية. أما محمد رضا فضالة يقول: عفية عتبة ما خلت مكان ما حطت عينها عليه. أما محمد أياد يقول: إذا أكو سلابة فهي العتبة، تنافسك بكل شيء باسم الدين يبوقوك. فكانت هاي تعليقات الناس حول قضية غلق مرآة الأحياء في محافظة كربلاء وده يعتبر مصدر رزق لهواية من الناس. أما الآن نروح إلى الواقع الصحي المنهار. ده تلاحظون أنتوا حلقة صوتكم يعني بين فترة وفترة ما تمر حلقتين ثلاثة الصحة ويانا، حلقتين ثلاثة القطاع الصحي ويانا، مستشفيات، غسل كلى، مرضى السرطان، أطفال وتوليد، ردهات طوارئ، لازم موجودة، لازم موجودة يعني.
لأنه عفواً الحمى النزفية اللي تصير بالعراق، القطاع الصحي اللي موجود بالعراق هو من سيء إلى أسوأ، فلازم هذا الموضوع موجود ويانا. ليش؟ لأن ماكو واحد دا ينفه من السياسيين. بس قبل ما نحكي على القطاع الصحي المنهار، خلينا نشوف أبو عمر من بغداد. حياك الله أبو عمر. حياك الله أستاذ أفل المحترم. حياك. تحياتي لقناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. حياك وبياك. أستاذ أفل، إحنا بالنسبة نشوف إنه بين فترة وفترة يعني تجاوزات سلطة الأحزاب والقوات الأمنية، كيف هي إنه يعني البسطيات اللي عندنا ببغداد وبالمحافظات، الناس اللي رزقهم اللي على أبسط ما يكون إنه دخلهم اليومي محدود، ما عندهم لا راتب لا رعاية اجتماعية لا من وظيفة لا من تعيينات إنه قدم هذا يعني العطال البطال اللي صار عندنا بالعراق من 2003. وتعرف الحكومة وسلطة الأحزاب إنه الشعب العراقي الأغلبية يعني اللي كبار بالسن أو الشباب يعني يجون للبوصيات للقراجات للعمل، كل هاي الأمور اللي هذا. لكن للأسف إحنا نشوف إنه من يحاسبون المواطن، المفروض قبل ما يحاسبون المواطن يحاسبون أنفسهم هم، المولات والأراضي والكليات والجامعات اللي يخذوها بغداد ومحافظات، هي أراضي غصبا على أصحابها وغصبا على أملاك اللي كانوا ناس ساكنيها قبل 2003، واخذوها بدون تراضي، واخذوها يعني حولوها بالعقاري واخذوها لهم. القصور الرئاسية اللي هم استحلوا عليها وعدت في الكرادة وبالجاذية وكافة أنواع المحافظات اللي بغداد عندنا، هذه مو حرام عليهم أنه يستحلون عليها ويطردون ناسها؟ المفروض هم يحاسبون نفسهم قبل ما يحاسبون الناس، قبل ما يشوفون أوضاع الناس اللي هم متهالكة بسبب فسادهم، بسبب سرقاتهم اللي ما يخلون، لأنه هم يعني دولة وذات سيادة وذات قوة يخوفون المواطن ويرعبونه. فإحنا العراقيين إحنا هاي تمس كل الطبقة الفقيرة بالعراق. إحنا شباب وإحنا يعني كبار بالسن، ما نرضى على هاي الأمور. ومهما كانت إنه قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق اللي الله سبحانه وتعالى اللي خلق البشرية من أجل أن يكون يعيش، مو من أجل أن يكون يقتلوه أو يأخذون رزقه ويقطعونه. فما نقول إنه حسبنا الله ونعم الوكيل كل من يؤذي هذا الشعب من 2003 لحد الآن. وتحياتي لك وتحياتي قناة الرافدين. شكرا 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 لك أبو عمر. أما أبو علي من الديوانية ويانا هسه، حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا حبيبي قطع الأرزاق، لا يا الأعناق قطعوها بالله على الأرزاق، الأرزاق والأعناق قطعوا سوية دولة. نعم. إلى فين تصبح ملياردير بالعالم وتصير موظف بالعراق، مدير دائرة. نعم. موظف كبير بالدولة وتصير ملياردير بالعراق، لأن ماكو محاسبة. القانون بالعراق يطبق بس على الفقير، بس على الخاصرة ضعيفة. ما يطبق لا على أحزاب ولا على موظفينهم. يعني دول موظفين الدوار كلهم هي المدراء الدوار، كلهم يجون من قبل الأحزاب. هاي مشهودة معروفة عند الشعب العراقي بالجنوب، نعرفها كل الزين. رغم العطش ورغم الجوع ورغم الكهرباء المتقطعة، يعني دول التيار والإطار اللي لزمه الحكومة الله وكيلك ما فضل عليه بالجنوب، طيحة وحظنا وحظنا بعد الله وكيلك. الصحة كمش التيار، كمش التيار التيار فضل، كمش الصحة والكهرباء كلم 500 دينار سوا علينا 5 ملايين. التيار بعد ما مستلم سلطة والصحة لا دمر عندنا بدنا بدمار. نعم. يا أخي والله عيب انتم تسووا من نواب نواب الجنوب تسمون نفسكم. والله عيب اذا تمسون عيب ما نسوان اشرف لكم. ولكم الأكراد فادت الأكراد غير مكونات فادت قوبياتها، وانتم طيحتوا حظنا بالجنوب. شكرا شكرا لك أبو علي. نبدأ بالقطاع الصحي المنهار بالبلاد اللي تفاقمت به معاناة الشعب العراقي يوم بعد يوم، بسبب اللي عانيه أصلا من فقر وبطالة وانعدام خدمات. تخيلوا مواطن يطالب الجهات المختصة أن تتدخل للحد من رفع أو من ارتفاع أجور العلاج في المستشفيات، والحد من ارتفاع أجور الأطباء
وارتفاع أجور التحاليل والأشعة والأدوية بمحافظة البصرة. ليش؟ لأنه ماكو سيطرة، ماكو وزارة تحدد السعر، أو أكو وزارة تابع عمل الأطباء والمستشفيات والصيدليات. خلونا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تاريخ 23/6/2023 يعني إذا تريد تنقصب وتريد تتبهدل تراجع للمجمعات والصيدليات والدكاترة. يعني بعض المجمعات بصراحة الكشفية 35. احنا نطالب الجهات المعنية، نطالب معالي وزير الصحة، نطالب الجهات الرقابية مراقبة الصيدليات الدكاترة. هاي حالة إنسانية. يعني انتم بالنسبة لكم الدكاترة اخواننا الأعزاء، انتم عملكم إنساني. يعني يا ريت خلون الله سبحانه وتعالى أمام عينكم تكون الحالات الإنسانية وتكون العلاجات بصورة صحيحة والتشخيص بصورة صحيحة. يعني مو مجرد تجربة، يعني على المريض تجربة، يعني تعطي العلاج ما فادت غير العلاج ما فادت غير والظل تحاليل وسونارات وعلى ما طيح بالعلم. ماكو هيك، ماكو. يعني احنا من نسمع او الاهل يطلعون خارج القطر، او نسمع بعض الاصدقاء يطلعون خارج القطر، ماكو هيك تحاليل. فنطلب من الجهات المعنية النظر بهذا الامر، ونطلب من اهل الانسانية الدكاترة نقابة الدكاترة النظر بهذا الموضوع، موضوع جدا مهم. الفقير أين يذهب؟ سمعته قال كلمة أو رسالة أو سؤال بالأخير، الفقير وين يروح؟ أين يذهب؟ قال صدق، الفقير وين يروح؟ اللي ما عنده وين يروح؟ العاطل عن العمل أو العاجز، واللي ما عندها معيل وعندها أيتام برقبتها، أو الشخص اللي برقبته مريض وهو يشتغل كاسب أجرة يومية يوم يشتغل 10، لا هذا وين يطي وجهه؟ ببلد تخيلوا الطبيب بهذا البلد شي يسوي؟ الآتي، بمحافظة ذي قار أكو مواطن صرخ صرخة يطالب بها أن يتم وضع حد للأطباء اللي شي يسوون؟ يحولون المريض من المستشفى الحكومي إلى المستشفيات الأهلية، خصوصا دكاترة وطبيبات النسائية والتوليد، بعد إجبار النساء على الولادة بمستشفى أهلي مو بمستشفى حكومي. طبعا تعرفون المستشفى الأهلي معناها أنه أكو مزرف بالجيب وورق. خلونا نشوف. رسالة عندنا ما أدري لمن بعد نوجه الرسالة، لوزارة الصحة، ما أدري لوزارة الرياضة، عم خلصونا من دكتورات الولادة. كل شيء ما نريد، لا نريد علاج ولا نريد بعد أي شيء ولا مغذي، نريد تخلصونا من دكتورات الولادة الجاي حولا للمستشفيات الأهلية الجاي ذلا للفقير. ما حد عنده عمي، أنت نعمة الإنسانية، ناس ما عندها، لا تحولن للمستشفيات الأهلية، لا تحولن. عم هذا مستشفى وبيه أجهزة وبيه معدات وبيه صوت عمليات، جايبن العالم هنا، ما عند العالم فلوس. هاي رسالة لبعض الدكتورات، البعض الدكتورات اللي اعتبرهن دواعش، والله العظيم دواعش. عم ما يصير في عملية مليون، ما يصير عمي. لا عاد ايش قد ما تشوم قلبه اللي دا يحكي بهالصوت وبهالنبره هاي. صدق اللي ما عنده مين يجيب هالملايين الحلوه. قلنا الفقير اللي حكيته هسه قبل شويه، هذا منين يجيب؟ اليتيم منين يجيب؟ او الرجال الكاسب ومتزوج وفاتح اسره ويريد يمشي اسمه، يريد يعيش حياته، يريد يعيل عائلته، يريد يفرح بطفله. انت من البدايه بعد ما جاي للدنيا انت سببت هم الابو غير الهم الامه. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود ويانا من منصه فيسبوك جهاد حلاق يقول: والله مع كل الاسف بعد ماكو انسانيه ولا ضمير. قبل يومين هم ابني مات بالمستشفى والسبب اهمال وتقصير الدكاتره والممرضين.
عمار الشريف يقول الحل الوحيد هو كمتظاهري غلق المستشفيات الأهلية، لأن أغلب الأطباء مع الأسف المادة هي الشيء الوحيد في حياته. نزار الزيادي، كل المحافظات نفس المعاناة، بس لا رقيب ولا حسيب، غالبية الأطباء مثلهم، مثل السياسي السارق والإرهاب القاتل، إنا لله وإنا إليه راجعون. محمد عبيدي، عمي أنتوا الله يساعدكم، لعد إحنا ببغداد شو نقول، هم بضيم أقسم بالله، هسه طلعت أمي من مستشفى اليرموك، رادوا يموتوها بالأبر، انهزمت بيها بدون ما يدرون الأطباء، والله وضعية كثيفة. انهزم بيها. عندي رسالة إلى أطباء العراق، أحب أقول له أي طبيب وطبيبة بالعراق، أكو قسم وقفت لما نتخرجت وفرحت بهاي الشهادة اللي أنت جاي تشتغل بيها هسه، وشلت إيدك اليمنى أمام عميد كليتك وأمام رئاسة جامعتك، وأقسمت هذا القسم، أقسمت أن تأدي واجبك بصورة صحيحة، وأن تكون على قدر عالي من الأخلاق المهنية اللي لازم تتبعها بهاي المهنة، وأن تكون المهنة هي رسالة إنسانية لمساعدة كل الناس. فأتمنى، أنا ما حافظ القسم، أنا دا أقول لك القسم شنو معناه، فأتمنى من الطبيب يتذكر أنه أقسم أمام رب العالمين لمساعدة هؤلاء مو للضغط عليهم، فأتمنى يرجعون. أنا ما دا أحكي كل الأطباء، بعضهم بس، هم هواية عن 50. من أهم وسائل النقل على مستوى العالم هي قطاع السكك الحديد أو القطارات، اللي تشهد اهتمام كبير بهواية من الدول المتطورة والتجارية والسياحية، واللي بيها عدة قطاعات تستخدم السكك الحديد، مترو، ترامواي، وبعض المركبات للتنقل الداخلي في بعض الأزقة والشوارع والأحياء، وأيضا القطارات النقل التجاري والسياحي، وقطارات نقل البضائع اللي تنتقل بين المدن أو الدول، ومستخدمة في كل بلدان العالم. لكن بالعراق هذا القطاع يتعرض إلى إهمال متعمد من قبل الحكومة، ويتعرض بعض أحيان إلى عمليات تخريب على أيدي العبثيين اللي دي يشوفون هذا القطاع المهم ودي يلعبون به. أحد المواطنين وثق لنا من داخل قطار البصرة، أو قطار اللي متوجه من بغداد إلى البصرة، الإهمال في القطار وعدم وجود أي عناية لا بمقاعد القطار ولا بالمقطورات ولا بالحديد مات أو المقطورة بنفسها أو وجود خدمات داخلية. خلونا نشوف. الرحيم إخواننا الأعزاء، اليوم ننقل لكم موضوع مهم جدا. أنا الآن بقطار اللي متوجه من بغداد إلى البصرة في غرفة المنام، ولاحظت شيء، يعني أتمنى من وزارة النقل ومدير عام السكك الحديد تهتم بهذا الموضوع الجانب. شوفوا هذه الجامعة الداخلية للقطار من منام، شوفوها، شوف هذا كله تراب، يعني ما أعرف، هو ماكو أحد، كأنما هذه ما حد منظفها من شهر أكثر. شوفوها، المفروض هذه يكون لها إدامة ونظافة وتتنظف بشكل مستمر، يعني على عدد الساعات اليوم، لأن هذا قطار رايح راجع من بغداد إلى البصرة وبالعكس. فنتمنى الاهتمام بهذا الموضوع. شوفوا هذا كله تراب، هذا تراب، وإن كان الجو مترب المفروض أكو اهتمام وعناية على مدار الساعة وعلى مدار اليوم على الأقل. فنتمنى الاهتمام بهذا الجانب وهذا الموضوع. تعرفون شي دللكم هذا المقطع؟ النظافة من الإيمان، نعرفها كلنا زين. وبما أنه الأحزاب الإسلام، الأحزاب اللي دا تحكم بالبلد هي أحزاب إسلامية، فدا يعبر لكم عن إيمان هاي الأحزاب الشديد والكبير جدا، بحيث أنه كل قطاعات البلد نظيفة. أخويا تقول لي قطار مو نظيف، ليش مستشفيات العراق نظيفة؟ ليش الخدمات بالعراق نظيفة؟ المتنزهات مثلا، مدارس العراق مثلا نظيفة؟ كل شيء بالعراق اليوم مو نظيف، كل شيء. هو أكثر مكان المفروض يعتنون بنظافته هو المستشفى، خصوصا صالات العمليات. بس لما تروح الطب إلى أي مستشفى وتباوع صالة العمليات، تطاب إلى مكب نفايات، طاقة بقنبلة نووية، المكان مو غرفة عمليات.
المكان يطب للمريض يتمرض بالزايد يطلع ميت، مستحيل يعيش على الميكروبات والفيروسات اللي موجودة بكل صالات العمليات، في أغلب صالات العمليات بالمستشفيات الحكومية بسبب الإهمال الوزاري إلها. فتتوقع القطارات راح يهتمون بها. لكن حكينا على الجانب الحكومي، بهذا المقطع بعض سائقي القطارات بالعراق راح يحكوا لكم معاناتهم بسبب تعرضهم إلى حجارة ورمي حجارة أثناء مرور القطار داخل المدن السكنية. هذا يعكس لكم قلة وعي الناس لما تتعرض إلى ممتلكات عامة وأموال دولة بتخريب، مو على أيدي الحكومة بس، لكن أكو بعض المواطنين اللي يؤدون إلى هذا التخريب. خلونا نسمع. اليوم عندنا القاضرة 2542، اليوم مو شغلة صيانة وتصليح، اليوم موضوع الجام، الجام اللي دا ينضرب بالطريق ودا يتكسر. السلام عليكم. السلام عليكم كابتن ياسين، شلونك؟ هاي الجام من دا يضربه بالطريق؟ يعني ليش دا يضربه؟ مو بس يعني منطقة معين ملينا حتى نعمل جام. مو ذاك اليوم الجاي الأخيرة بدلوا لك اياه، مو صحيح جديد؟ الجانبيات الجانبيات كسرة من وين الجانبيات؟ والله رانا هاي مو هاي أول وحدة؟ هاي استوني. يعني شنو اللي ضربوا؟ جهال شباب اللي ضربوا؟ جهال وشباب وقاعدين هم يخلي عقولنا. هي خاطرة مو ملك خاص، يعني ملك عام. طبعا هاي ملك عام، هاي ملك للشعب العراقي كله، ملك 40 مليون عراقي. هذا اللي دي يصير. بس أحب أقول لهم لقطاع السكك الحديد، بالنسبة ما أحكي لك على الصفاح، لي قدام شبكة، شبكة حماية تخليها لي قدام تحمي السائق من الأحجار وتحمي عيون السائق وأيضا تحمي من الأحجار، مثل ما قال بنهاية المقطع يقول أكو سائق طبت أحجارة ورادت تضرب رأسه. إذا ماكو وعي سووا وعي، يعني انشروا مناشير، سووا دعايات، سووا وعي للناس، اشتغلوا على هذا المجال. لأنه قبل 2003 ما كنا نسمع هذا الشيء أو ما كانت تطلع على الإعلام، لكن بعد 2003 انتشرت الأمية بصاية الأحزاب الإسلامية، انتشرت البطالة، انتشر الفقر، انتشرت 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 هواية من المشاكل بالعراق اللي تؤدي إلى جهل. فأنت هذه نتيجة الأسباب الأولية. فأتمنى أنه سواق القطارات مو بس يعتبون على المواطن، لا يرجعون يعتبون على الحكومة اللي هي جهلت المواطن أن يوصل لهذه المواصل. الناس لما شافت هاي المقاطع علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من أحمد سعدون يقول الموضوع بسيط، تطبيق القانون، تخريب ممتلكات الدولة وأكو نص قانوني بيها، اثنين أو ثلاثة يتعاقبون، الكل راح يجر عدل. جاب لكم إياها بالمختصر. فياض بحر جناب يقول في أي منطقة يضرب بها القطار يجب أن يحاسب مختار ذلك المكان، وتعتبر من ضمن الجرائم الإيذاء بالمال العام للدولة، ويجب أن يحاكموا ضمن القانون ويكونوا عبرة لكل مخرب ومجرم. نور زهير راح يقدرون ينفذون عليها المادة. ساهر العراقي، دولة فيطي، حكومة ماكو يابة وماكو أحد يحاسبهم، لو أكو محاسبة ما حد يسوي هيج، صوروهم فيديو، شغلوا تليفون، صوروهم وجيبوهم. أما شاسب السواري يقول المنطقة اللي يمر بها القطار ويرمى بالحجارة ما بهم رجل كبير أو مثقف يمنعهم من هذه الممارسة الخاطئة، وإذا ماكو قانون فوق الجميع. فكانت هاي تعليقات الناس حول قضية تعرض القطارات العراقية إلى رمي بالحجارة. مشاهدين الكرام، بيومهن الدولي أرامل العراق واللي نسبهن تزيد هم الحلقة الأضعف مجتمعيا، ولهذا السبب قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين ركز لنا على هذا الموضوع وسوانا تقرير انفوغرافيك عن الأرامل باحتفائهن في اليوم العالمي للأرامل. خلونا نشوفها. Thank you.
امهات الشهداء. لو عندكم كرامه وغيره ما ينسوان مصطفى. فلان وفلان صدق عليها مع كل الاسف. نسوان العراق ايش يصير بيه؟ هذا الانفوغرافيك ما حكى كل معاناة الأرامل بالعراق، لكن اختصر لكم الأهم والأهم والأهم، لأن معاناة الأرامل بالعراق كبيرة. أكو هواية من أرامل العراق اللي أولادهم ما عندهم أوراق رسمية، أو اللي ما قادرين يعيشون، أو اللي عايشين بأماكن ونازحين إلى مخيمات وأماكن أخرى وما قادرين يعني يوفرون لقمة كريمة لهم ولأولادهم. وأكو هواية من الأرامل مع الأسف الكثير 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 من الذئاب اللي تحاول أنه ما يحتووهن داخل المجتمع، لا يستغلوهن. معاناة الأرامل بالعراق كبيرة، بس المشكلة أنه لما نحكي عن المعاناة لا تتخيلون أنه هاي المعاناة الوحيدة، لأنه إذا تباوع القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وكلهن كلهن هي عبارة عن معاناة مستمرة. بعد أن تم تداول فيديوهات كثيرة على منصات وقنوات فضائية ومواقع تواصل اجتماعية، ومنها برنامجنا برنامج صوتكم لقضية الفتاة مارية اللي صاحبة مطعم في العاصمة العراقية بغداد، واللي تم تهديم كشكها أو مطعمها من قبل مجموعة تابعة إلى أمانة بغداد بعد أن ابتزتها وساومتها على دفع مبلغ نقدي قدر 1,000,000 دينار أسبوعي، يعني بمبلغ كل 4 ملايين شهري. الكثير الكثير من السياسيين هبوا حتى يدورون على الطشة مثل ما يسموها العراقيين، واستغلوا الحدث ويبينون نفسهم أنهم مصلحين وإنسانيين حتى يسكتون الشارع اللي غضب على اللي صار. فاخترنا لكم تغريدات من وسم هاشتاغ ماريا فود اللي تصدر ترند العراق من يومين والحد هذا اليوم، واللي أخذنا لكم بعض التغريدات حتى نقرأها سوية. شعيب غرد يقول: أغلب المشاريع الناجحة والمحلات ببغداد أصحابها يدفعون أتاوات لشقاوات الأحزاب الدينية بشكل دوري. هواية ناس قامت تمشي بضاعتها من خلال الفيسبوك ويطلع يوصل بضاعته بنفسه حتى يخلص من الأتاوات. وعلي الخزعلي: بعد أن كشفت الفساد الموجود بالدولة ودوائرها وجشع المدراء وخاصة بدوائر البلدية والرشاوي التي أصبحت لا تطاق وغلائها، وهذه حقيقة الجميع مغلس عليها، بين مؤجل لحسم هذه القضية وبين مستفاد من هذا الفساد، وبعد أن تكلمت بالحق هرع الجميع لمساعدتها وأظهر الجميع أنه أنزه ما يمكن خوفا لا أكثر. شرمين سربست تقول: صور زوجة أحد المسؤولين مع ماريا فود بعد الحادثة التي حصلت لها دليل أن الدولة تدار بطريقة الفزعة والهبة الإلكترونية والعطوات وجبر الخواطر وتوثيق صدقات المسؤولين وامتصاص الغضب الشعبي. دكتور نصير العسكري يقول: ماريا فود تستحق كل الدعم الذي تلقته، لكن استغلال الفاسدين من الساسة للمواقف الفردية التي تضمن الطشة الإعلامية وسكوتهم عن الكثير من المعدمين في هذا البلد أصبح هذا السلوك مقرفاً في ظل غياب الدولة والعدالة المجتمعية. كانت هاي بعض التغريدات اللي انتشرت وغردت على هاشتاغ ماريا فود واللي صدرت ترند العراق من يومين، واللي جبنا لكم بعض منها حتى تشوفوها ونقرأها سوية. مشاهدينا الكرام، بالنسبة إلى سياسيين العراق اللي يصير الانتخابات يطلع لنا ركض ويصبغ لنا شوارع بيوت ويجيب له كم زرعاية وبلط وصبغ لنا الرصيف وطلع وقال أنا سويت خدمات، يصير انتخابات راح جاب له تنكر وغسل له شارع مدرسة مدرستين حالة حال مقتدى الصدر وغيره من النواب اللي يطلعون يغسلون مدارس وبعض المباني الحكومية ويقول أنا سويت شيء خدمي للبلد. اللي طش ماريا فود ويروح يستغل هذا الموضوع حتى بس الناس تصور وتقولوا شوفوا فلان سوى لفلانة.
لكن احب اقول له شيء واحد، عندك 40 مليون انسان وانتم رواتبكم كلها ملايين، لو كل واحد بالشهر، عمي مو بالشهر، كل 4 أشهر مرة، يعني بالسنة 3 مرات، عمي سووها مرتين، تفكروا لكم بعائلة عائلتين نازحة، تفكروا لكم بعائلة عائلتين معدمة، تفكروا لكم بعائلة عائلتين ما عندهم معيل وما عندهم شيء ومرضى، تفكروا لكم بعائلة عائلتين ما قادرة تعيش وتعيشوها، هواية أحسن لكم وتكون طشتكم هواية أقوى. بس شو نسوي؟ هذا كل ما موجود يانا يعني بحلقة صوتكم لهذا المساء. إن شاء الله إذا تردون تشوفون المزيد وتعرفون اللي دا يصير بالعراق انتظروني باكر إن شاء الله بحلقة صوتكم. في أمان الله.